عملنا مسابقة توقع نتيجة مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري الأبطال، وتوقع بالنتيجة، مش بس توقع، قول مين اللي هيكسب أو مين اللي هي أو تعادل اللي هيحصل فيه إيه، سلبي أو إيجابي. فبالتالي حصل الحمد لله العديد من المشاركات من يعني أصدقائنا وأصحابنا وإخواتنا، وكان في أكثر من يعني أكثر من توقع بنتيجة المباراة اللي انتهت 1-1. طبعا عملنا قرعة وجمعنا كل اللي توقعوا النتيجة صح، وبالتالي هنختار مع حضراتكم أو هنعرض مع حضراتكم الفائز بالتوقع، واللي هيحصل معانا على تي شيرت أوروبي. يعني هنحاول إن احنا نجيب له تي شيرت برشلونة أو تشيلسي. هو قدامنا أمام حضراتكم على الشاشة هو مصطفى عادل، أول واحد توقع نتيجة مباراة تشيلسي وبرشلونة 1-1، وبالتالي هنختارناه إنه يكون إن شاء الله هو صاحب الجائزة اللي هنقدمها له خلال الأسبوع القادم. إن شاء الله أكيد هنبعت له الجائزة وهيتصور بيها وهيبعت لنا الصورة عشان نعرضها مع حضراتكم، وأكيد من وقت للتاني هيبقى معانا مسابقات كتيرة جدا وتوقعات كتيرة جدا لجمهورنا اللي بيتابعنا وبيتفرج علينا. إن شاء الله نحاول إن احنا يعني ننول كده رضاكم، ويكون في نوع من أنواع يعني المسابقات اللي ممكن بيبقى فيها يعني نوع من انواع المشاركه اللي بتبقى في الاخر فيها يعني دمها خفيف، وبنشوف بقى مين اللي بيشجع تشيلسي مين بيشجع برشلونه. الاسبوع الجاي ممكن نعمل حاجه او نتكلم على على ريال مدريد على باريس سان جيرمان، اكيد هيبقى معانا توقعات تانية كتيره جدا. في النهايه اكيد بشكر كل مشاهدينا ومتابعينا اللي بيتفرجوا علينا حالا وخلال او طوال الحلقه من الساعه 9 للساعه 11. يا رب نكون عند حسن ظنكم، حاولنا نعرض على قد ما نقدر اكبر عدد ممكن من الكواليس والاخبار والفيديوهات. يعني بشكر كل اسره البرنامج، بشكر طبعا شادي عبد السلام مخرج البرنامج، استاذ محسن لملوم رئيس التحرير، بشكر احمد شهاب ومحمد مرتضى، بشكر سامي، بشكر كل القائمين بالعمل على هذا البرنامج، وكالعاده ان العمل يطلع بالشكل ده اكيد بشكرهم شكرا جزيلا. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الجمعه القادمه الساعه 9، حلقه جديده من وول سكر، هيكون معانا اجدد الاخبار والاحداث والكواليس. استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد على قناه النادي الاهلي. نشوفكم على خير، سلام عليكم.